بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أحبتي طلبة المرحلة الرابعة في محاضرة اليوم من سلسلة محاضرات أمراض الدواجن. في هذه المحاضرة موضوعنا هو أدينو فيروس إنفكشنز، وهي تشمل ثلاث أمراض في الدجاج التي سندرسها، لكن توجد أمراض أخرى في الكويل والتركي كذلك، لكن احنا سنركز في هذه المحاضرة على الأمراض التي تصيب الدجاج تحديدا. فالأمراض الثلاثة هي Inclusion Body Hepatitis IBH، Hydropericardium Hepatitis Syndrome HHS، و EDS Egg Drop Syndrome. عندنا هي طبعا العائلة أدينوفيريدي، الجينس عندنا اثنين، أفيادينو فيروس وأتا دينو فيروس. أوكي، الأفيادينو فيروس يسبب الاي بي اتش والاتش اتش اس. الاي بي اتش والاتش اتش اس امراض متشابهة متقاربة. اما الاتا ادينو فيروس، اي اتا بادئة تعني دك، هو السبيشيز اللي بي سبيشيز واحد وسيروتايب واحد، دك ادينو فيروس اي سيروتايب دك ادينو فيروس وان، هو المسبب للايج دروب سيندروم. هو فيروس موجود بالأصل في البط في الدك، لذلك سميناه دك أدينو فيروس، وهو المسبب للـ EDS في الدجاج. أما أفيا أدينو فيروس عندنا بيها فاول أدينو فيروس دي، فاول أدينو فيروس إي، وفاول أدينو فيروس سي. الـ دي والـ إي يسببن آي بي اتش، والسي يسبب HHS. فيما يخص ال HHS، الفاول أدينوفيروس سي بي سيروتايب واحد هو الفاول أدينوفيروس 4، سيروتايب 4 يسبب ال HHS. أما الفيروسات اللي تسبب IBH، يعني هسه ما عندنا بها إشكال، ال EDS هو جينس واحد، سبيشيز واحد، سيروتايب واحد. HHS هو جينس واحد، سبيشيز واحد، سيروتايب واحد. المشكلة هنا بال IBH، عندنا جينس واحد أفيا أدينو فيروس، اثنين سبيشيز، فاول أدينو فيروس دي وفاول أدينو فيروس إي، وعندنا أكثر من سيروتايب كلها تسبب IBH. السيروتايب 2, 3, 9, 11, 6, 7, 8A, 8B كلها تسبب IBH، لكن أكثر الحالات اللي دن تسبب لنا مشاكل هي فاول أدينوفيروس 11 وفاول أدينوفيروس 8A و8B، هي أكثر الحالات اللي يصير بها ال IBH. Virion properties، طبعا الأدينوفيروسز are non-enveloped، ومثل ما قلنا non-enveloped تسبب لنا إشكال، تكون ليس لديها ما تخسره، لذلك تكون مقاومة للمعقمات. Double stranded DNA virus 70 to 90 nanometer in diameter with icosahedral capsid symmetry. Adenoviruses are relatively resistant مثل ما قلنا to physical and chemical factors and can remain infective in contaminated environment. Serologic surveys indicate that most poultry flocks have been exposed to infection with one or more adenoviral serotypes. طبعا من الفيروسات اللي منتشرة كثيرا في بيئة الطيور هي الأدينوفيروسز. They play a primary
or secondary role in a variety of syndromes, including inclusion body hepatitis, HHS, in chickens. هنا هنا هاي ملاحظة مهمة. عندنا مرض الهيموراجيك انترايتس ان تركي، ما راح ندرسه حتى ما اكثر عليكم الامراض، لكن مرض مهم بالتركي، ايضا مسبب مالته اي بي اتش، ما انطيتكم عنه بس الاسم، مجرد اكو مرض بسبب الادينو اسمه هيموراجيك انترايتس ان تركي. ايج برودكشن ديكلاين ان لينج تشيكنز اللي اسمه اي دي اس 1976، لان ظهر هذا المرض بال 76، لذلك نسميه اي دي اس 76. برونكايتس ان كويل، او نسميه كويل برونكايتس، يصير نفس الاي بي لكن بالكويل، والمسبب مالته ادينو. اند اذر ريسبيراتوري ارثريتك انسيفالايتك and enteric syndrome including gizzard erosions. اوكي اكو مرض اسمه gizzard erosion بسبب الادينو، ما طرقنا له لان مو شائع، والبنكرياتيتس والبروفنتيكولايتس. اوكي لكن هذه امراض غير شائعه. عندنا امراض الشائعه هي الهيموراجيك انترايتس بالتركي ما راح ندرسه، والكويل برونكايتس بالكويل ما راح ندرسه، راح نركز على الاي بي اتش 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 اس والاي دي اس. فنبدي باولها وهو الاي بي اتش. اي بي اتش از ا ديزيز اوف يونج تشيكنز كاركترايزد باي سادن اونست اوف انكريزد مورتاليتي اند هيباتايتس اكومبانيد وذ انترا نيوكليير انكلوجن بوديز. اوكي هاي نقطه مهمه، انه الادينو فايروسز كلها تسوي انكلوجن بوديز. ان ذا 1963 هيباتايتس وذ انكلوجن بوديز واز ديسكرايبد ان تشيكن بات ذا كوزاتيف ايجنت واز نوت ايدنتيفايد. يعني اول حاله ظهرت بال 63. That outbreak probably was the disease we now call IBH. In the early 1970s, a similar disease occurred in many flocks of Canada and the United States. Historically, IBH occurred in, هاي نقطة مهمة, immunologically deficient flocks. احنا دا نشوفه دائما ورا القنبورة. اي بي اتش يصير بعد القنبورة. ليش؟ قنبورة تسوي immune suppression يصير الاي بي اتش. As a consequence of earlier infection with IBD مثل ما قلت لكم، وال chicken infectious anemia virus. ممكن حتى يصير بعد ال immune suppression باسباب اخرى، يعني على سبيل المثال المايكوتوكسين. However, IBH is now recognized as a primary disease. يعني قبل أكثر الحالات شنو تحدث secondary، لكن حاليا ده يصير primary disease بدون إصابة بال IBH أو ال IBD أو chicken infectious anemia. And often does not require a preceding immunosuppressive event. او انا عندي رأي اخر، ممكن اكو immunosuppressive event غير تقليدي ظهر، يعني احتمال الفيروس هو ما تغير، هو نفس الفيروس. احتمال immunosuppressive event اكو عندنا شيء جديد غير ال IBD والله اعلم، يعني هذا الكلام مجرد توقع. Most commonly IBH cases involving شنو فاول ادينوفيروس 8 بشقيه A و B وفاول ادينوفيروس 11 اكثر الحالات. اوكي لكن انا فصلت الاتيولوجي بالبدايه بالمقدمه. Outbreaks of IBH are sometimes associated with immunosuppressive شنو or exacerbated if affected
فلوكس ار اميونو سبرست. زين يعني الاتيولوجي يشمل اميونو سبرشن وشنو فاول ادينو فيروس 8 اور 11 او طبعا احنا قلنا انه مو بس ذني لكن ذني اكثر شيء. نشوف نرجع لها انه هاي الفيروسات كلها تسبب اي بي اتش. زين يعني و زين نرجع نشوف شنو عندنا بعد الاتيولوجي. ديستريبيوشن وورلد وايد الهوست نورمالي ان ميت برودوسينج بيردز. اوكي اكثر الحالات ده نشوفها طبعا انه هي هاي اللي تتعرض للإيميون سبريشن أكثر من غيرها، والتربية مكثفة أكثر طبعا بالدجاج اللحم، لذلك يكون بسرعة يصير سترس بسهولة. Age susceptibility it may start in bears as young as 7 days old. زين يعني قبل الـ IBD مو شرط أنه أكون إصابة بـ IBD لكن أغلب الحالات تحتاج اي بي دي، وبالتالي اغلب الحالات اكثر من هذا الرقم. اوكي الترانسميشن اهم شيء طبعا الفيرتيكال، لكن اذا فيروس از بريزنت ان فيسز يطرح بالفيسز والتريكل اند نيزال ميوكوزا كيدنيز ذيرفور ذا فيروس كود بي ترانسميتد ان اول سيكريشنز بات highest titers are found in the feces. والvertical trans بالتالي أي شيء ممكن يتوسخ بالفيسز، أحذيتنا، ملابسنا، الأدوات، الصناديق مال الأقفاص، السيارات، هاي كلها ممكن تنقل الفيروس، والفيروس مقاوم للظروف الطبيعية. Vertical transmission is important in the spread of foul adenoviruses in general. Okay. طبعا هذا واحد من الفيروسات اللي ننصح بفحصها بالبي سي ار قبل ادخال الوجبة او عند ادخال الوجبة. يعني المفروض اهل المفاقس يشتغلون على هذا الشيء، لان يعني هو مشتري بيض من هولندا او من بلجيكا وممكن يكون ب ادينو فيروس. يفترض انه ابو المفقس اللي يشتغل هذا الشغل اذا ناوي يشتغل صح. incubation period is short 24 to 48 hours يعني يومين الى يوم الى يومين. morbidity is low. الموربيديتي غالبا احنا من حكينا بالفيروسات الراحت اكثر شيء نقول morbidity is high. هنا الموربيديتي is low. mortality may reach 10%. زين مو حال عالية. occasionally as high as 30%. المشكلة انه ما نقدر نسوي شيء، يعني من تصعد الهلاكات ما نقدر نسوي شيء بسهولة. وهسه نجي طبعا اكو عندنا اجراءات يعني ما مذكورة بالكتب لكن نسويها احنا، هسه نتطرق لها ان شاء الله بالتريتمنت. Signs: a sudden marked increase in mortality is often the first indication of the disease. بس زيادة بالمورتاليتي. Mortality increases for 3 to 5 days. Levels of for 3 to 5 days يعني تصعد تستمر بالصعود 3 إلى 5 أيام بعدين تستقر 3 إلى 5 أيام then decreases to the normal levels over another 3 to 5 days. اوكي يعني هذا الكيرف يكون هيجي بهاي الطريقة، هاي صعود 3 إلى 5 أيام يستقر 3 إلى 5 أيام وخوش استقرار. هذا الكيرف مالتي بيشكال بعدين يصير شنو ينزل 3 إلى 5 أيام. There are few specific signs. اوكي that may be there may be pallor. Okay, pallor of the comb. Okay, wattles and facial skin. هاي أول شيء. The affected bears are depressed
and listless. طبعا هاي راح يشوفون الليجن او الساينز مال البرايمري انفكشن، لان هو غالبا يجي بعد الاي بي دي والتشيكن انفكشن انيميا. ان سم اوت بريكس كلينيكال ساينز ار ماسكد باي، مثل ما قلت لكم، باي اذر ديزيزز ان ذا فلوكس اللي هي برايمري باثولوجي. طبعا ذاك كانت الكلينيكال ساينز، هسه نحكي عن التشريح من نشرح راح نشوف. The skin is pale and may be discolored yellow. Okay. Petechial hemorrhage and ecchymotic hemorrhage may be present in skeletal muscle of the leg. وهذا غالبا من تكون البرايمري انفكشن اي بي دي، مو صحيح؟ لان اي بي دي يسوي هاي العلامات. هسه نجي على الحكي السبيسيفيك. The liver is swollen, enlarged, yellow to tan, and there may be mottling with شنو؟ mottling with شنو؟ with soft areas with focal soft areas with petechial to ecchymotic hemorrhages under the capsule and in the parenchyma. الليفر enlarged hepatomegaly يعني، وبيل ماشي، بيل تو تان، المهم يعني شنو؟ يلو تو تان يعني اللون مالته مو طبيعي، اخف من الطبيعي. يلو تو تان يعني بيلنس. واكو عندنا هيمورج سب كابسولر، اكثر شيء سب كابسولر هيمورج، هذا نسميه ستيليت لايك. مرات هذا خاف ما مكتوبه عندي بالمحاضره، ما مكتوبه، يصير نقول انها لجميه الشكل. اوكي، حالات اي بي اتش هواية تجينا، واذا ما جتنا موجود عندنا هواية صور عنها. اوكي، هاي نقاط مرات هيك صغار تحت الكابسول، فهذا علامة مميزة بس مو باثوجنومونيك، لكن كاركترستيك فور شنو؟ فور اي بي اتش. The kidneys frequently are swollen, are pale, or mottled. زين أني هم تتأثر. Histopathology مهم جدا. Microscopically there is multifocal to locally extensive. شنو هاي؟ هاي degeneration and necrosis of hepatocyte, often with a characteristic هنا اهم شيء هاي large basophilic intranuclear adenoviral inclusion bodies in the hepatocyte within the foci of necrosis and elsewhere. يعني الفوكاي اوف نكروسيس، هو ليش صار نكروسيس؟ لان تكاثر به الفيروس، فبالتالي يصير به ال inclusion body. The renal lesions، هذا الحكي طبعا على الليفر ماشي، هنا أنا الحكي وين؟ على الكدني. The renal lesions include membranous and membranoproliferative glomerulitis and less frequently cortical tubular degeneration and necrosis with intraluminal inflammatory cells. زين، يعني الحكي بالجلوميرولاي وبالتيوبيولز، لكن اكثر شيء شنو؟ بالجلوميرولاس. زين، جلوميرولايتس. ان ذا بورسه، هذا الثالث، there may be reduced follicular size with mild to moderate follicular lymphoid depletion. اكو هيك حكي depletion، ما له دخل الـ IBH، هذا ما ليش الليجن اللي راح نشوفه مال IBD، مو بس الـ IBD chicken infectious أنا مهم نسوي هيتشي. بالتالي هذا الليجن مال الـ primary infection. زين، diagnosis شون نسوي diagnosis؟ in growing in young growing frogs a sudden increase in mortality is suggestive of IBH. typical lesions
and history of prior outbreaks from the same parental flocks or on the premises are helpful. طبعا نعرف انه الهيستوري هاي احنا هاي النقطة مش بدنا نشطب عليها ها فيما يخص البيرنتس لان الحقول الهيتانة الامهات والمفاقس هم هيتانة فتركيزنا على البقية انه دي يصير sudden increase in mortality يعني والليجن الليجن ينطينا انطباع قوي انه هذا IBH. اذا اريد نتأكد التشخيص مالتنا نشوف بالهيستوباثولوجي الانكلوجنز انكلوجن بوديز زين هاي تعتبر اهم شيء. اذا اريد بعد نتأكد اكثر او طرق اخرى نسوي فيروس ايزوليشن زين ناخذ الليفر كشنو ك سورس اوف سامبل يعني كسامبل ليش لان هو اكثر شيء تكاثر بالهيباتوسايت نقدر بعد شو نسوي بي سي ار اوكي سيرولوجي بنقول سيرو كونفرجن تو اي بي اتش اسوشيتد سيرو تايب كان بي ديتكتد باي شنو باي ماكرو نيوتراليزيشن من دائما اقول سيرو كونفرجن يعني شنو يعني قسنا بداية الإصابة وطلع هذا الليفل مالتنا وقسنا بنهاية الإصابة وطلع هذا نسميها بالكونفاليسنس بيريد والأكيوت بيريد نشوف أكو زيادة بالتايتر يعني هذا بوزيتيف جروب أنتيجينز كان بي ديتكتد باي أجار جيل أمينو ديفيوجن أور إلايزا But these tests are of limited value because adenoviruses infection is widespread and they do not differentiate among non-pathogenic or apathogenic and pathogenic serotypes. زين اكو عندنا نرجع للبداية اشوفكم انه اكو عندنا يعني موضوع واسع جدا اكو عندنا ادينا فيروسز هسه احنا قلنا دي وقلنا اي وين الاي وين البي وين السي زين وين هنذني قسم من عندهم يسوون الامراض اللي ذكرناها اللي ما دارسيها زين هذا السي طبعا بالمناسبه بس وين الاي وين البي وبيها سيرو تايب بعد فقسم من عندها شنو نون باثوجينيك فهنا بالسيرولوجي لازم نحذر من السيرو تايبس اللي هي نون باثوجينيك ويصير عندنا فولس بوزيتيف زين الكنترول دائما اي شيء ينتقل فيرتيكالي شو نسوي نركز على المصدر ونحاول نسيطر على المرض من البريدرز ماشي اي مرض ينتقل فيرتيكال هنا تركيزنا على البريدرز vaccination of breeders to for protection of progeny هم رجعنا على البريدرز اوكي vaccination مو للدجاج الانتاجي للبريدرز اوكي treatment ماكو treatment zoonotic potential not recorded نجي نحكي على treatment النوع دا نشوف انه من ننطي لوغلز ايودين زين هذا ال وهذا اس لوغلز ايودين اورالي ويل درينكينج ووتر نشوف اكو تحسن بسيط احسن من ماكو وهذا اذا تجيبونه جاهز من شركات أجنبية يكون مفعولة أقل من اللي نحضره فرش دائما اليود مو بس بهذا الموضوع بأي شغل تريد تشتغلون بالعمليات بالتثبيت مال الصبغات مال الجرامستين
دائما حضروا يود فريش، يكون لان اليود يتاكسد بسرعه. حتى اذا اردتوا تشترون يود مستورد اللي يكون بكونتينر ممكن انه تدخل ضوء، يكون افضل مفعول من اللي العبوه مالته شفافه او ممكن بها نوع من الشفافيه. لكن مع ذلك بسرعه يتاكسد والفريش افضل. فدائما بالاي بي اتش انا احضر فريش لوكلز ايودين، غالي شويه ومزعج التحضير مالته، يؤذي العين. يعني حاولوا انت تكون حذرين من تحضرون، لكن هو نتيجته يعني الى حد ما افضل. المرض الاخر اللي هو هيباتيتس هايدروبريكارديوم سيندروم او نسميه انجارا ديزيز، اوكي، اللي هو شنو؟ از ا ديزيز سيميلر تو اي بي اتش وذ هاير مورتاليتي رينجينج فروم 20 تو 80% ان برولرز. نفس الشيء تقريبا، بس اكو هلاكات اعلى واكو عندنا شوية علامات بها اختلاف بسيط. This condition was first recognized in the village of Angara in Karachi in Pakistan. لذلك سميناه Angara disease in the 1987, hence the name Angara disease. لذلك سميناه هيشي. The disease subsequently was recognized in India, Kuwait, Iraq, Japan. طبعا انتشر بالتسعينات فترة طويلة، وجامعة بغداد سوت بحوث كثيرة على الـ HHS، لأن كان شنو؟ كان المشكلة، كان يعني أول ما أني وعيت على وأتذكر إنه كنا من ربي دجاج، كانت أكثر الأمراض يومي التهاب كبد، التهاب كبد هواية. وحتى كانت الـ 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 شدة المرض أكثر من هسه، اوكي. طبعا كنا قبل، يعني احنا كمربين، يعني مو قبل لا اصير طبيب بيطري، كنا نسميه التهاب كبد يعني سواء اي بي اتش او اتش اتش اس. حتى هسه انا ما ادوخ المربين انه هذا اي بي اتش او اتش اتش اس، نقولهم التهاب كبد فيروسي، وما نحدد التفاصيل لان هم في غنى عنها. فمثل ما قلنا الايتيولوجي فور ادينو فيروس سي سيروتايب 4، كلينيكال ساينز راح نشوف انه هايدروبريكارديوم سيندروم از كاركترايز باي رابيد انكريز ان مورتاليتي. نفس الحكي اللي حكيناه، دورينج ذا لاست ستيج اوف ذا ديزيز افكتد بيرد اكزيبت دالنس ديبرشن عامه، هاي رفلت فيذر، هادلينج يعني هادلينج تجمع، فنترال ريكومبنسي اند كلوزد اي، هاي حكي هذا كله حكي عام. موربيديتي اند مورتاليتي ذا ديزيز سيميلر تو، بس شنو؟ هاير مورتاليتي، ماشي، بس زياده بالمورتاليتي. الحكي وين؟ الحكي هنا يم الجروس ليجن، ا بولد اب اوف كلير يلوش براون ثين فلويد ان ذا بيريكارديوم از ذا ميجر بوست مورتم فايندينج اوف هايدروبيريكارديوم سيندروم. من اسمه، من اسم المرض يصير هايدروبيركارديوم. بالمناسبة خاف اني ما ذاكر بالاي بي اتش، الهايدروبيركارديوم يحدث بالاي بي اتش همات، اني اتصور ما ذاكر هذا الشيء، ممكن يحدث لكن شوف ما ذاكر هذا الموضوع. بالاي اتش اس يكون اكثر، اوكي، لذلك سميناه شنو؟ هايدروبيريكارديوم هيباتيتس سيندروم. زين، هذا نسميه مرات امبر كلرد، لون اصفر، اوكي، يوصف بالكتب امبر كلرد، اوكي، او يلوش براون. Changes observed in the body organs include discolored and enlarged liver، نفس الحكي اللي حكيناه بالـ IBH، with zones of focal necrosis and hemorrhages، نفس الحكي، edematous and congested lungs and pale kidneys and enlarged tubules due to urine deposition، هم تتأثر الكدني. Histologic section of the liver shows minute
multifocal areas of coagulative necrosis, mononuclear cell infiltration. Mononuclear cell, كلمة واحد, infiltration, and the presence of basophilic intranuclear inclusion bodies in the hepatocyte. مو يعني نفس الحكي مالت ال IBH. Other histopathologic changes include lymphocytolysis, cyst formation in the bursa of Fabricius and thymus and spleen. زين هاي تختلف شوية عن ال IBH. المرض الآخر والمهم هو ال EDS 76. اوكي او نقول EDS باختصار. EDS is an infectious disease of laying hands caused by a hemagglutinating adenovirus. يسوي hemagglutination. Characterized by loss of color in pigmented eggs. اوكي لان احنا مو كل البيض عندنا pigmented. الدجاج الاحمر ينتج بيض احمر بيض جوزي. الدجاج الابيض ينتج بيض ابيض. هاي الان دي احكي على المستوى التجاري طبعا. من نحكي عن اللوكال بريد الامر يختلف عندنا تنوع اوسع. Failure to achieve production targets or by production of thin shelled shellless eggs in otherwise healthy looking birds. يعني طير طبيعي قاع تاكل وحركتها طبيعية لكن المشكلة بس بالبيض انه انتاج بيض يقل والينتج ينتج بقشرة غير طبيعية خفيفة لونها غير طبيعي وتكسر بسهولة او تكون مجعدة اصلا. This syndrome was first described in as a unique problem in laying hens in Holland in 1976, hence the initial name EDS 76. ذلك دائما هواي من الكتب يكتبون EDS 76. It appears that EDS virus was first introduced to chicken through contaminated vaccine. اوكي هاي نحكي بحس ناس لحد يسمعنا ليش لان هاي اخطاء زملائنا الاطباء البيطريين. Etiology classification. The ADS is caused by duck adenovirus 1 اللي هو اتادينوفيروس او اتادينو. ADS syndrome was which belongs to the genus مثل ما قلنا اتادينوفيروس. ADS in chicken has not been described in North America نهائيا لحد الان but is present in Europe, Africa, Australasia. Then however the causative agent of EDS appear to be widespread in natural host اللي هي شنو natural host البط الواتر فاول طيور المائية. Natural and experimental hosts although disease outbreaks have been recorded mostly in laying hens. احنا المشاكل اللي صارت عندنا بالدجاج البياض. It is probable that the natural hosts for EDS are ducks and geese. HI antibody to EDS virus is widespread in domesticated ducks and domesticated geese. يعني دراسة جينا سوينا hemagglutinating antibody لقيناها موجودة. إذن هو ينصاب لكن كريزفوار ينقل لنا المرض. لذلك دائما نقول لأهل الحقول لا تسوون حقول ثانوية ويا المشاريع مالتكم يعني تخلون باط ووز وهاي السوالف.
لان ممكن تجيب لكم الامراض. In infected embryos or young bears, the virus is latent until they start laying. يعني شنو؟ اذا هو يصيب الافراخ وينتقل عن طريق الجنين، هسه مثل ما دنقول vertical transmission راح نجيها. لكن شو وقت تبدي المشاكل؟ من يبدي ينتج بيض. Horizontal spread of the virus has been reported. Wild birds present a potential source of infection اللي هي تحديدا الانسيريفورمز اللي البط والوز. But this mode of transmission appear to be less common. Less common غير بسبب الإجراءات البايوسكيورتي اللي عندهم. هاي عندنا بحقولنا اللي هو دار مدار الحقل بط ووز واشكال، عندنا كمان والله اعلم. The primary site of virus application is the pouch cell. Pouch cell هو اسم اخر للشنو؟ pouch cell لليوترس. يوترس اللي هو جزء من الاوفيدكت، شرحناها بالريبرودكتيف سيستم. Vertical transmission is mainly spread vertically. Okay. هو أهم شيء vertical through embryonated eggs. بالأدينوفيروس كلها أهم شيء vertical. Clinical signs راح نشوف شنو. Drop in egg production. Loss of color pigmented eggs. And production of eggs which with thin or no shell. يعني مرات بيضة كاملة بدون قشرة نهائيا. هاي العلامات الأولية. Once established in a flock, shell-related problems are less common, but birds typically fail to reach expected production. دائما أكو نسبة من الطيور بعد ما ترجع للإنتاج. فكقاعة ما توصل للمعدلات الإنتاج المطلوبة. Infections with waterfowl are mostly asymptomatic. However, outbreaks in an acute of an acute respiratory disease in gosling in Hungary and ducklings in China have been described. طبعا هذا ما نقدر نعتبره EDS. هو الفيروس موجود بالانسيري فورمز لكن شنو ما يعتبر EDS، يسبب غير مشكلة مثل الاي بي. فيروس الاي بي يصيب التركي بس ما يسوي مشاكل، ما يسوي اي بي. انفكشوس برونكايتس فيروس يصيب التركي بس ما يسوي انفكشوس برونكايتس، يسوي انترك ديزيز. ما اتصور ذكرت لكم هاي المعلومه لكن خلوها ببالكم انه بسبب اختلاف الهوست العلامات راح تختلف. جروس ليجنز راح نشوف بالجروس قليلة، راح نشوف بس inactive ovaries and atrophied oviducts. زين ما نشوف بس هاي بالnatural infection، نشوف بالexperimental infection edema and swelling of the uterine mucosal folds. اليوترين اللي هي توني ذكرتها pouchial glands هي نفسها. ماكو يوترس بالطيور لكن شنو اليوترس هو جزء من الأوفيدكت، نسميه يوترس لكن هو مو يوترس. And exudate in the shell gland. زين lumen have been described in experimentally infected hens. هذا experimentally وهذا الكلام بالnatural infection. Histopathology with experimental infection. Histopathologically oviducts changes include شنو بالأوفيدكت طبعا احنا المشاكل كلها. Edema infiltration of mixed mononuclear leukocytes اللي هي lymphofollicular aggregates in some cases and heterophils changing to predominantly mixed mononuclear cells in the later stage. يعني بالبداية mononuclear وheterophil وبعدين يصير بس mononuclear cell. زين atrophy of tubular glands and degeneration and descamation of
and attenuation of uterine epithelium intranuclear. طبعا هاي اهم شيء. adenoviral nucleosions هاي اهم شغله may be seen in the epithelial cells of the uterus, isthmus and vagina. Most description of pathology from naturally occurring disease of tubercles do not include the acute oviduct inflammation or necrosis or the identification of viral inclusion as the lesion are transient. حتى الانكلوجنز ما واضحة بالناتشرال انفكشن. ليش؟ لان حتى تنزل الانتاج البيض هو الفيروس مسوي مشاكل وطالع. اوكي، فممكن نشوف راح نشوف اكثر شيء العلامات. بينما بالاكسبيرمنتال انفكشن احنا اللي منطين الفيروس وندري بيش وقت دخل ومسوين هيستوباثولوجي على اكثر من مرحله ماخذين سامبلز. لذلك طبعا دائما هو ما دام الشيء موجود اكسبيرمنتال يعني موجود بالناتشرال، لكن الكتب والبحوث ما ذكرت هذا الشيء، ما معناه ما موجود. احنا الاعتماد اكثر شيء على الاكسبيرمنتال. وبالمناسبه حتى اذا شيء موجود ناتشرال ما معناها هو هذا فعلا بسبب هذا المرض. ليش؟ احتمال اكو كونكورنت انفكشن. لذلك نقول دائما الاكسبيرمنت هي الاساس. Diagnosis: شلون راح نسوي diagnosis؟ Reduction in egg production with the occurrence of depigmented soft shelled، يعني هاي العلامات اللي ذكرناها، soft shelled eggs in the absence of other clinical signs should trigger consideration for EDS. Isolation and identification of the virus is best achieved using EDS 76 free embryonated duck or goose eggs. يعني احنا من نريد نعزل ما نعزل بيض الدجاج، نعزل بيض الدك والجيز، او نقدر نستخدم السيل كلتشر بس هم من الدك ومن الجيز اوريجين. زين، مثلا دك امبريو فايبروبلاست هذا سيل لاين. Harvested allantoic fluid or cell culture supernatant can be checked for hemagglutinating activity. ليش؟ لأن قلنا الفيروس يسوي hemagglutination which is inhibited by specific EDS anti serum. نشتري جاهز طبعا الانتي سيرم. Or viral DNA is detected. يعني ورا ما ننمي اما نسوي له HI. زين، بس نختبر الفيروس اللي نخفف الفيروس مو نخفف السيرم. اوكي، ونحط سيرم ك هنا كشنو نستخدمه كجزء من الكيت جاهز. اوكي، مو سيرم من الطير. او ورا ما نعزل الفيروس بالبيض ندور له بالبي سي ار نتاكد من عنده. هيموجلوتينيشن انهبيشن تيست، يعني منين هذاك كان شنو هذا؟ كان الفا ميثود اوف اتش اي، يعني ندور للانتيجين. بس هنا هذا الاتش اي اللي بدنا نحكي عنه هنا. اما بالاتش اي هذا هيموجلوتينيشن انهبيشن تيست، هذا بيتا ميثود، ناخذ سيرم يعني نخفف السيرم. ان سسبكتد فلوكس از موست هيلبفول immediately after egg changes are observed because many infected flocks do not have demonstrable antibody during the growing period. زين، من ينزل الانتاج يعني نسوي HI، ناخذ سيرم، لازم يكون عندنا هنا انتيجين جاهز، يعني مشترينا من فيروس من لقاح او كت.
differential diagnosis شنو الشيء اللي ممكن يشابه ال EDS؟ زين يعني العلامات غالبا characteristic يعني ما قليل يشبهها أمراض، لكن لازم نأكد على الأمراض اللي تسوي decline in egg production وتؤدي إلى إنتاج بيض بقشرة خفيفة، مثل إيش؟ هنا ما ذاكرها بالمحاضرة، مثل IB ND avian influenza. أوكي والنون انفكشيوس كوزز مثلا نيوتريشنال امبالانس يؤدي الى نقصان انتاج البيض. كنترول طبعا شنو؟ ان انكتيفيتد فاكسين هاز بين سكسسفول يوزد اجينست كلينيكال اي دي اس. طبعا احنا دائما نلقحها قبل الانتاج بلقاح ثلاثي يحتوي على انجكشن يعني اي بي ونيوكاسل واي دي اس مخصص للبياض، لكن يجب ان نسوي هذا اللقاح قبل الانتاج. تريتمنت نو تريتمنت از افيلبل زونوتيك بوتنشال نوت ريكوردد. انا دائما من يصير اي دي اس انطي فيتامين اي انطي فيتامين اي يعني كسبورت، واذا حتى امينو اسيد مرات يعني مالتي فيتامين يحتوي تحديدا امينو اسيد حتى نعوض النقص بانتاج البيض. هذا فيما يخص الادينوفيروسز، واذا عندكم سؤال احنا حاضرين.